الفنانة ثراء دبسي اليوم بنعزيكي برحيل السيدة ثناء دبسي. بنعرف انه انتو مو بس اخوات, انتو كنتو بمثابة توأم بالنسبة للناس, توأم روحي. يمكن اليوم الخسارة كتير كبيرة. بالبداية بنعزيكي وخبرينا اليوم كيف ودعتي يا المدام ثناء. الحقيقة هي فعلا احنا يعني قديش الاخوات مرتبطين ببعض, احنا مرتبطين اكتر. يعني انا بقدر اقولك هي قطعة من روحي حقيقة. يعني ما سناء يعني أنا ما راح أحكي لأنه أختي بجوز يقولوا أنه عم تحكي لأنه أختها, بس كل الناس بتعرف هالشيء. سناء إنسانة يعني متميزة, فنانة حساسة كتير, إنسانة متواضعة, بتحب الناس, بتساعد الناس بدون ما حدا يعرف أبداً, إنساني تحترم نفسها. حقيقة أنا يعني أنا حاسة إنه خسرت نفسي, لكن عزائي إنه أنا كل يوم بحكي معه بيني وبينها. يعني أنا لحد هلأ بس روح على البيت وعد لحالي بحس إنه هي موجودة ونحكي, بحكي أنا وياها مثل كأنه عم نحكي وهي عايشة. سناء إنسانة محترمة, بتحترم نفسها كتير ومتواضعة. يعني بيقولوا لك الإنسان الكبير ما بيحكي عن حاله, الناس بتحكي عنه, وفعلا هي ما كانت أبدا تحكي عن حالها, ولحد هلأ الناس بتحكي عنها. يعني هي ما بالنسبة إلى الشهرة ما هي شيء, والإنسان ما يأخذ معه غير أفعاله, وفعلا راحت وهي ما أخذ معه غير أفعال ولا أفعال الحسنة. وأنا متأكدة إنه هي في مكان كتير مريح, لأنه لما شفت وشها حسيت باطمئنان, إنه حسيتها كأني مرتاحة مطمئنة. يا رب. شقيتوا طفولتكم سوا ودخلتوا مجال الفن سوا, قديش كان تأثيركم على بعض؟ قديش مين كان يأثر بالتاني أكتر؟ حكي لنا شوي هيك عن شغلات خاصة بتربطكم. الحقيقة أنا كنت أجرأ منها, هي كانت يعني خجولة أكتر مني, أنا كنت أجرأ منها, فأحيانا تدفعني للمبادرة. يعني طبعا لشغلات منيحة, يعني مثلا بدي أطلب شغلة أو بدنا شيء, حتى من أهلي يعني وقت اللي كنا صغار كانت تقلي روحي أنت احكي, أنت صغيرة ما بيحكوك شيء. فكنت أنا أجرأ منها, وأنا كنت أجرأ منها حتى في قرار أني نحترف الفن. يعني أنا كنت أجرأ منها, بس هي كانت كثير حساسة. يعني كانت لهيك أنا أجرأ منها, هي يعني تخاف إنه مثلا يرفضوا لها طلب أو شيء فتدفعني أنا أن أحكي. أنت بحكي هي البسمة, بسمة المحبة, قديش حلوة تنزرع بهذا الوقت. حبيبتي 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 حبيبتي, ما بقدر أقول غير هيك. الله يرحمها ويسكنها بفسيح جناته, يا رب يجعل مأواها الجنة. هل كان عندها أمنية أو وصية أخيرة قالتها قدامك العمل بالنسبة لل وصية إلهية؟ هل وصت بشيء؟ هي دائما عم تتمنى السلامة والصحة, وصار شيء مفاجئ. يعني ما كان شيء قديم, يعني لا شيء جدا نوبة السعال وراحت على المشفى وودعتنا.
الكل أجمعوا إنها كانت يعني على تواصل شبه يعني يومي مع أغلب الناس، يعني على رسائل وعلى تواصل. خبرينا شو سر هالمحبة الكبير بقلب؟ أكيد أنت بتعرفي أكتر شيء. هي حنونة كتير، هي حنونة كتير سناء، كانت حنونة كتير. ولما بتحب ما بتحب مشاملة، يعني بتحب من قلبها من جوا، ولما ما بتحب بتحسي إنه هي ما بدها الشغلة الفلانية أو ما بدها الشخص الفلاني، أو يعني بيبين عليها فورا، ما إنه بتاخد قرار مثلا إنه بتضحك وهي من جوا، ما لا، اللي بقلبها على وشها، مع إنه هي ممثلة لكن بالحياة هي إنسانة كتير صادقة وكتير واضحة وكتير حنونة. حنوني بعدين، يعني هي شغل الواحد لما بيعمل الخير ما لازم يحكي، كانت تعمل خير. أنا لهيك قلت ربنا سبحانه وتعالى رحيم وبيعرف كل شيء وشايف كل شيء. هلا هي ما بتعرف إنه رايحة، لا لا، لأني كانت عملت عملية مفصل وعم نعمل لها معالجة فيزيائية وتمام الأمور والحمد لله تحسنت وصارت تحكي وتضحك وعادي، عم يعني تجري الأمور بشكل طبيعي. يعني اجت النوبة، هاي نوبة السعال، راحت وجسمها ضعيف ما قاوم استسلم، هاي المشكلة. كل العزاء لقلبك، الرحمة لروحها. أمين يا رب العالمين، الله يرحمها ويغفر له ويسامحه، والسكينة والمغفرة لروحها يا رب.